انا صراحه يعني بدايه بديت محل صغير، فاجتني الفكره ببالي انه احب اساعد الشباب، احب اساعد الناس، احب انه اخدمهم يعني بالدرجه الاولى. فبديت اشتغل يعني بالحلاقه وانشر، اروج دورات يعني بسعر مناسب لهم حتى اساعدهم حتى يستفادون هم نفس الوقت، واساعد الناس يعني يجون ناس هنا كبار وصغار يجون يحلقون هنا يمنا يعني مجانا يعني نحلقهم احنا هنا ان شاء الله. يعني الناس تبيد ناس فايديهم، احنا هم فايدين يعني احنا فايديهم انه هو بدل ما يروح يدفع فلوس، اكو ناس ما عنده فلوس تدفع اصلا، يعني ما عنده فلوس حلاقه الطفل اصلا مو حلاقه الكبير زين، فاحنا خادمينهم انه الحلقه ببلاش وبلاش يعني احنا خلينا نقول يستفاد هو من الحلاقه، واحنا ايش راح نسوي؟ احنا راح نستفاد، طالب الدوره يتعلم يعني خلينا نقول فيد واستفيد بين قوسين، اكيد يستفادون مجانا، يستفادون بالزبون اللي يحلقوه، والزبون اللي يحلق احنا هم نستفاد به، يعني هم هو يستفاد بينا يعني يمن يحلق بلاش، واحنا نستفاد نفس الوقت لان الحلقة مجانا، يستفاد طالب الدوره يتعلم. اي لا فضل الله سبحانه وتعالى هو يعني صار لي تقريبا 8 سنوات يعني من 2016 حتى اللحظه الحمد لله وشكر، يعني ما تباشرنا ويا يعني بشر الحمد لله، يعني اللي يدخل هنا بفضل الله سبحانه وتعالى يستفاد هواي.